يا هلا وسهلا بالجميع. جولتنا اليوم كانت بجبل شار، احدى الجبال الشهيره بمنطقه تبوك، وارتفاع هذا الجبل 1800 متر عن سطح البحر. ومن حب سكان هذا الجبل تغنى فيه الشعراء والرفيحي، واحدى القصائد للشاعر احمد عيد الحويطي يقول فيها: يا ليت عمري مثل جبل شار، وانسى الكبر دايم شبابي، مرت علي سنين وعلوم واخبار، وبياض راسه غير ثلج وزحابي، تصقع براسه الهبايب والأمطار، شامخ كما هو يقولون شابي. وأيضا استخدم جبل شار بالموروث الشعبي الرفيحي، وكان يرددون: يا جبل شار من دونك عسام، ليت عيني تخيل اللي وراه. محاذاة هذا الجبل جبال الدبغ، وهذا المنظر الخيالي ما شاء الله تبارك الله، المنطقة عجيبة صراحة. ويا جمال الطبيعة في هذا المكان، ما تسمع إلا سوى خرير الماء العذب الذي يشكل شلالات طبيعية. أترككم مع المناظر الجميلة. Show. Sure.